جمهورنا العزيز، نعدكم مباراة فريق باسم النادي العربي، أتمنى حضوركم في الملعب يوم الجمعة النادي العربي. أكيد الكل يعرف تنتظرنا مع مباراة صعبة، مباراة جماهيرية ضد نادي الريان، يمكن راح يكون بالخاص. أتمنى من الجماهير العربية تحضر هاي المباراة، لأنهم رقم واحد دائما يكونون خلف الفريق، فحضرهم كلش مهم، والحمد لله الفريق ماشي بالطريق الصحيح، فإن شاء الله يا رب يكون حضرهم كلش مهم، إن إحنا كلاعبين، إن شاء الله يا رب يوم الجمعة نخليهم يكونوا فرحانين إن شاء الله. Hi Arabi fans, here is Diego. I would like to invite all of you to come to watch our next game. We need your support. Okay? Thank you so much. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا الغالي، مباراتنا يوم الجمعة إن شاء الله مع الريان، محتاجين دعمكم، بدونكم المهمة راح تكون صعبة إن شاء الله، إذا كنتم موجودين راح تكون مهمة إن شاء الله بالنسبة لنا، مش صعبة إن شاء الله، وأنتم اللاعب رقم 12 إن شاء الله. جمهورنا العزيز، مباراة الجمعة إن شاء الله مباراة مهمة بالنسبة لنا، وجودكم مهم بالنسبة لنا عشان نحقق 3 نقاط.